بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون راضي تمام الرضا من مخرجات الصندوق الداخلي لعشائر الجبور مهما كانت النتيجة، وأن لا أقوم بترشيح نفسي للانتخابات النيابية فيما لو لم أظفر بالفوز بالانتخابات الداخلية لعشائر الجبور. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون راضيا تمام الرضا بمخرجات الصندوق الداخلي لعشائر الجبور مهما كانت النتيجة، وأن لا أقوم بترشيح نفسي للانتخابات النيابية فيما لو لم أظفر بالفوز بالانتخابات الداخلية لعشائر الجبور.